قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وحابب اقول حاجة في الاول كالعادة، وهي اننا عملنا قناة تانية للمسلسلات وبس، اسمها الخلاصة اكسترا. هتلاقي هناك بقى كل المسلسلات اللي بتحبها الجديدة والقديمة، وكمان بننزل فيها بشكل يومي وفيديوهات جميلة جدا. فلو راح اشترك هناك وهتلاقي لينك القناة موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. ده دكتور ستيف ابنستي، دكتور وعالم كيمياء، بس ما تقدرش تقول عليه عالم قوي يعني، لانه غريب حبتين وهنفهم ازاي دلوقتي. ستيف شغال في شركة ادوية كبيرة جدا بتمتلك سجن غريب حبتين اسمه سجن راس العنكبوت او سبايدر هيد، موجود على جزيرة معزولة عن العالم كله وسط المياه. المكان ده هو عبارة عن سجن للمذنبين، بس المذنبين اللي بيتحكم عليهم بأحكام قاسية زي مؤبد أو مؤبد 4 مرات، وفي ناس بتاخد مؤبد 4 مرات. وستيف تقدر تقول عليه إن هو شغال تحت ناس عاملة زي اتفاقية مع الحكومة إنها تورد لهم سجناء يجوا للسجن ده عشان تتعمل عليهم اختبارات، وده طبعا بعد موافقة السجين نفسه، يعني عادي جدا السجين ليه الحق إنه يرفض أو لا. بس الفكرة هنا إن سجن راس العنكبوت هو سجن ممنوع إنك تطلع منه زي أي سجن عادي جدا، لكن الغريب فيه هو إن كل واحد فيه عايش في أوضة لوحده أنظف من أي فندق 5 نجوم، بياكل أكل عمره ما هياكله بره السجن من كتر جماله. عندهم جيم واجهزه فيديو جيم كتيره جدا عشان يلعبوا براحتهم، وكمان عندهم الحريه انهم يزوروا بعض او يكونوا معارف، يناموا ما يناموش، يلعبوا ما يلعبوش، براحتهم. بالعربي كده بيقضوا عقوبتهم هنا بالحب. ولكن كل ده طبعا تمنوا حاجه واحده بس، وهي انهم يستخدموا للتجربه. بيجي دكتور ستيف كل يوم وبياخد مسجون معين وبيحطه في اوضه اسمها المختبر، هو ما يشوفوش فيها، لكن ستيف دايما بيكون شايفه من كل النواحي، وبيكون متركب في ظهر كل السجناء اللي موجودين هنا جهاز فيه اماكن للانابيب، والانابيب دي بيتملي بالمحاليل اللي عاوزين يجربوها، وبيكون الجهاز ده متصل في برنامج موجود في موبايل ستيف، وبيتحكم في كميه المحلول اللي بتدخل الجسم منه، ودايما لما بتخلص المحاليل بيغيرها مارك للمسجون. ما انا نسيت اقولك ان في مساعد لستيف اسمه مارك، شخص عبقري جدا وبيحب اللي بيعمله هنا عشان بيفيد البشريه، او ده اللي شايفه هو من وجهه نظره. فعادي بنشوف في احدى الايام دكتور ستيف وهو بيجرب محلول اسمه محلول الضحك، بيخلي صاحبه يضحك مهما قلت له حاجات حزينه. فبعد نجاح المحلول ده وتم تاكيد فعاليته، دخل بعد كده ستيف على العقار اللي بعده مع مسجون جديد وهو جيف، وخلاه يقف قدام مكان كله زباله ودخان مصانع وحاجه زي الزفت، ولكن ليه بيقول ان المكان ده جميل جدا جدا، وده طبعا بسبب المحلول الجديد اللي هو اخده. بعد ما خلص اليوم بيروح جيف وبيقابل لازي، ودي مسجونه زيه وبتحب الطبخ جدا جدا، وفي نفس الوقت الاتنين يعتبروا بيحبوا بعض. عامة بعد ما بيسيب جيف لازي بيروح اوضته عشان ينام، فبيفضل يحلم بالذنب اللي عمله وخلاه يبقى محكوم عليه بالمؤبد ويدخل سجن زي ده. جيف كان واحد متهور جدا زمان، وكان متجوز بنت اسمها امي وكان بيحبها جدا جدا. المهم انهم في مره كانوا في حفله، راح جاله صاحبه وقال له تعالى نروح عيد ميلاد صاحبنا دلوقتي عشان ما يزعلش ونرجع تاني، وفعلا اخده وراحوا على هناك. ولكن المشكلة هي ان جيف كان سكران، ففضل يجري بالعربية لغاية ما خبط بيها في شجرة وعمل حادثة خليته هو يتخرشم خالص وصاحبه التاني يموت، وبالتالي اتحكم على جيف بالمؤبد عشان القاضي قال انه قتل معمد. عامة بيصحى جيف تاني يوم وبيكون معاد اختبار تاني ولكن جديد، فبيقول له ستيف انك المرة دي هتعمل الاختبار مع سجينة تاني، فبتدخل عليهم واحدة اسمها هيزر، وبيكون واضح جدا ان الاتنين مش بيحبوا بعض اصلا، هما ما يعرفوش بعض بس هو كده تقدر تقول ان هما مش طايقين بعض بدون سبب. فبياخد الاول ستيف الموافقة منهم هما الاتنين عشان يحقنهم بالمحلول الجديد، بياخد الموافقة عشان عندهم الحق في القبول او الرفض، بس في الغالب بيوافقوا عشان لو قالوا لا بيرجعوا السجن الحكومي وبيخسروا كل الصلاحيات اللي عندهم هنا. المهم بيوافقوا على الحقن، فبيديهم ستيف محلول الحب، وفي خلال ثواني بيقعوا الاتنين في حب بعض وبتخلص التجربه. وتاني يوم بيجيب ستيف مسجونه تانيه اسمها سيرا لجيف، وبياخد منهم الموافقه على الحقن فبيوافقوا، فبيديهم ستيف محلول الحب تاني، وفعلا برضه الاتنين بيحبوا بعض، وبالتالي المحلول ده بيكون شبه ناجح وبتخلص تجربه النهارده. ونسيت اول حاجة ان بعد كل تجربة بيخلص مفعول المحلول وبيرجع الواحد طبيعي عادي جدا. عامة اخر اليوم بتكون محاليل جيف اللي في الجهاز خلصت، فبيجي له مارك عشان يغير له الانابيب الفاضية بالمليانة، وبيحذره انه ما يلعبش في جهاز الحقن نهائيا لانه حساس جدا وممكن عادي جدا يبوظ ويبدأ لوحده يحقنه بكل الانابيب مرة واحدة، ودي حاجة يا صديقي محدش عاوز يجربها لانها مميتة جدا. تاني يوم بقى بيجيب ستيف جيف عند اوضة الاختبار، ولكن المرة دي من اوضة التحكم اللي بيشرف منها ستيف على اوضه الاختبار،
وهناك بيشوف جيف ان ستيف جايب هيزر وسيرا وحاططهم قدام بعض، وبيقول ستيف لجيف ان المحلول اللي ادهوله قبل كده هو محلول الحب، ولكن تجربته بشكل عادي ما تنفعش، بل عاوزين نتاكد ان الحب ده بيدوم فعلا حتى بعد ما بيروح مفعول المحلول بينهم. وهنا بيقول ستيف لجيف دلوقتي قدامك خيارين، اما انك تختار تدي محلول الظلام النفسي لهيزر او سيرا. طبعا جيف بيرفض طبعا لانه جرب المحلول الصعب جدا ده قبل كده بنفسه، وعارف ان المحلول ده بيخلي البني ادم يتالم لدرجه انه ممكن يكون عاوز يقتل نفسه من كتر الالم الكبير. بس الفكره ان جيف كان بيساله يحقن مين فيهم عشان يشوف هل جيف لسه بيحب حد فيهم وبالتالي هيفضله عن التاني ولا المفعول راح. لكن اللي حصل هو انه رفض ان اي واحده منهم تحقن، وده لان محلول الحب مش تاثيره من زمان بعد ما خلصت التجربه، فمش بيفضل واحده عن التانيه. عامه بتخلص التجربه فعلا، فبيروح جيف يلعب شويه عشان يفك على نفسه. وفي نفس اليوم ده بيبقى معاد خلويه مارك، وده عباره عن وقت بياخده مارك نفسه في مكان عزله عشان يكلم اي حد هو عاوزه بالتليفون. فبيكلم جيف مراته يامي، ولكن باين جدا ان ليه مده كبيره جدا بيبعت لها رسائل صوتيه وهي مش بترد عليه، وهنعرف قدام ليه. بس مش مهم، المهم هنا ان تاني يوم بيقعد جيف في المختبر قدام سجين جديد اسمه روجن، واحد كله عضلاته مخيف جدا وجاي في قضيه قتل. فجيف كان مستغرب جدا لان ستيف ما قالهمش حاجه، بل كان سيبهم كده قدام بعض. فبسرعه فهم جيف اللعبه وراح على طول على اوضه التحكم اللي فيها ستيف، وهناك لي ستيف جايب هيزر وبيخيرها تدي مين محلول الظلام النفسي، روجن ولا جيف. يعني نفس اللي عمله مع جيف بيعمله تاني حاليا مع هيزر، وده معناه ان تجربة الحب دي اتعملت قبل كده مع روجن وهيزر مع بعض، وعشان كده بيخيرها بين جيف وروجن. لكنها ما بتختارش حد فيهم لانها ما بتحبش حد فعلا، وعشان خاطر محلول الحب مشى من زمان. وهنا بيكون جيف متعصب جدا لانهم بيعاملوهم معاملة غلط ومينفعش يلعبوا في مشاعرهم بالشكل ده. فتعصب ستيف جدا وذكروا انه عادي جدا ممكن يرجعوا السجن تاني، فقفل جيف بقه ومشى. وعلى فكرة الموضوع مش بيعصب بس جيف، بل كمان مارك مساعد ستيف، انه بدأ يحس ان بالمحلل الكتيرة اللي عملوها دي بدأوا يخلوا المساجين عبارة عن عبيد عندهم وفران تجارب حرفيا. لكن ستيف كان دايما بيقنعه انهم بيعملوا الصح. تاني يوم بقى ستيف كان قاعد مع مارك بيحكي معاه، وفجأة قال له ان الانابيب بتاعته خلصت وعاوزه عشان يغيرها له. وهنا بنعرف ان ستيف بيجرب على نفسه المحلل دي عشان يتأكد من فعاليتها، ولكن المحلول الغير مؤلم زي الحب او الضحك. بس الفكره هنا هي ان جيف بيدخل عليه وهو بيغير له الانابيب، فبيعرف ان ستيف هو كمان عنده جهاز حقن في ظهره. بس الفكره ان ستيف كان هنا بس عشان يقول لهم يلا معاد التجربه الجديده اللي كنتوا طالبيني فيها، فاخدوه ونزلوا تحت. اول ما نزلوا اوضه التحكم لقى جيف ان هيزر محطوطه في المختبر، وستيف بيقول له انا اسف يا جيف، بس المجلس صاحب الشركه رفضوا انك ترفض تدي حقنه الظلام النفسي لهيزر او ساره، ولازم تدي واحده فيهم الحقنه، واختاروا هم بنفسهم هيزر، لازم تتحاين ولازم تكون انت موافق. طبعا جيف مرضيش لدرجة انه طلب من ستيف يخليه يعمل مكالمة مع المجلس وهو يقنعه، فقال له ستيف حاضر من عينيا هكلمهم واجيلك. وطلع قعد مع ليزي شوية ومعملش اي حاجة تاني غير انه فضل يحكي معاه، وبعدين رجع تاني لجيف وقال له انهم مرضيش يكلموك، وقالوا انك لو موافقتش هترجع للسجن الاصلي تاني وحاجات كتير تانية هتحصل لك. فهنا اضطر جيف انه يوافق واخدت هيزر الحقنة. هيزر لما اخذت الحقنه بدات تتالم خالص خالص وحست بوجع مش طبيعي، لدرجه انها بدات تكسر في كل حاجه حواليها، وبالغلط كسرت جهاز الحقن بتاعها فاخذت جرعه مضاعفه وبدات تنهار. وقتها الكل اتخضوا حتى ستيف، لدرجه انه بعت مارك عشان يهديها لكنه ملحقش عشان هيزر ما استحملتش ودبحت نفسها. وهنا على طول راح طلع ستيف جري عليها فوقع مفتاحه وهو ماشي، فعلى طول جيف بدون مقدمات راح اخذ المفتاح وفتح الدرج بتاع ستيف اللي موجود فيه الدفتر بتاعه وبدا يقرا الدفتر ده. فمن الدفتر ده عرف جيف كذا حاجه، منهم ان الشركه اللي شغال فيها ستيف بالسجن اللي الكل فيه حاليا فهم كلهم بتوع ستيف نفسه ومفيش لا مجلس اداره ولا غيره. وكمان شاف ورقه فيها نجوم على كل المحاليل اللي اكتمل اختبارها ما عدا محلولين اتنين، محلول رقم 6 وده مش معروف حاليا، ومحلول 40 وده بتاع الحب. عامة بسرعه شال جيف الدفتر مكانه وقعد تاني على جنب لغايه ما جاله ستيف وسمح له انه يمشي. واخر الليل جاله ستيف تاني عشان يواسيه ويشوفه ان كان متضرر باي شكل من موت هيزر ولا حاجه، فلقيه فعلا زعلان فاخده على جنب وعملوا كوبايتين شاي حلوين كده، وخدوا هما الاتنين محلول الضحك عشان ينسوا شويه النكد ده. واثناء الضحك ده كله نسى ستيف نفسه وعرف جيف
إن زمان ستيف وهو صغير كان بيحب أبوه جدا، وفي يوم طلب من أبوه إن هو يروح المخيم زي أي طفل تاني في سنه، لكن أبوه وداه دار الرعاية وما شافوش تاني خالص، بمعنى أصح أبوه تخلى عنه. وافتكر المعلومة دي كويس جدا عشان هنحتاجها قدام. بعد ما خلصوا ستيف وجيف قعدتهم، راح أخد جيف بعضه وراح قعد مع ليزي وحكى لها على كل اللي حصل فيهم. فقالت له ليزي، طالما عندنا حق القبول أو الرفض، ليه انت وافقت على ان هيزر تاخد الحقنة؟ طب ما ترجع السجن الحكومي وخلاص، احسن من انك تقتل بني ادم. فقال لها، لاني حاسس دايما بالذنب واني استحق الوجع ده على طول. وهنا بنعرف من جيف انه زمان لما اخد صاحبه عشان يروح العيد ميلاد، راح اخد مراته ايمي كمان، وبالغلط لما العربية عملت حادثة ولقي جيف ان صاحبه مات، حاول يطلع ايمي من العربية لانها كانت لسه عايشة، بس للأسف انفجرت العربية وماتت ايمي جواها بسببه. طبعا بعد ما سمعت ليزي الكلام ده منه، فضلت تواسيه لانها كانت فاكراه يوم ما بيروح العزله بيروح عشان يكلم مراته، لكن طلع انه بيروح يكلم نفسه ويفضل يتاسف لها على كل اللي عمله معاها. المشكله هنا بقى هي ان بعد شويه راحوا هما الاثنين على المطبخ عشان جاعوا، وفجاه جاي ستيف عشان كان جعان هو كمان، بس المشكله هي انه عرف من قعدتهم مع بعض انهم هما الاثنين بيحبوا بعض. واللي اكد له ده هو انه شاف من خلال الكاميرات اللي زرعها في كل اوضهم ان جيف راسم صوره ليزي عنده، وبالتالي قرر يستغل الحته دي في تجربته. لان تاني يوم طلب ستيف من جيف يعمل اختبار تاني، فجابه عنده اوضه التحكم وكان جايب عنده في المختبر ليزي. ستيف قال لجيف، المجلس عاوزك توافق بنفسك على حقن ليزي بحقنه الظلام النفسي، ودي هتبقى اخر مره نستعمل فيها المحلول ده، ومش هنستعمله تاني خالص، بل كمان هنرميه. طبعا جيف كان رافض خالص وهو متعصب، حتى رغم ان ستيف هدده بالرجوع للسجن الحكومي، لكن برضه كان رافض. فلما لقي ستيف ان هو متعصب جدا ومش موافق، راح قال له خلاص روح دلوقتي ارتاح ونجرب تاني بكره. وفعلا سابوا ستيف وراح جيف على اوضته. وبالليل جاله مارك عشان يحط له انابيب جديده، وهنا بدا جيف يواجهه بكل حاجه. قال انا عرفت ان الشركه والسجن بتوع ستيف، وكمان عرفت انك حطيت لي اخر مره في الجهاز الحاقن بتاعي انبوبه من محلول بي 6، فليه عملت كده وانت عارف كل الكلام اللي انا بقوله ده وما زلت موافق تشتغل معاه؟ فقال له، لاني عاوز افيد البشريه. ففضل جيف يترجاه انه يساعدهم لان ستيف بيدمرهم واحد ورا التاني، وطلب منه حاجه هنعرفها بعدين. عامة بيجي تاني يوم وبيروح جيف عند ستيف عشان يعمل الاختبار هو، وبيكون مارك مش موجود، وبيقول ستيف ان عنده برد فمش هيقدر يجي معانا النهارده. بس الفكرة هنا هي ان جيف برضه بيرفض انه يحقن ليزي بمحلول الظلام النفسي، فتعصب ستيف جدا وراح مشغل الميكروفون وقال ليزي ان جيف موجود هنا، وطلب منها انها كمان تقول له ليه هي اتحبست من الاصل. وهو طلب الطلب ده عشان جيف يتعصب على ليزي فيحقنها. ليزي ما كانتش عاوزه تتكلم عشان ما ياخدش جيف موقف منها، لكن مع الضغط قالت انها نسيت طفلتها اللي عندها 9 شهور في العربيه لمده 3 ساعات، والمحكمه اتهمتها بالقتل الغير متعمد لان الطفله ماتت بسبب الاهمال ده. طبعا جيف ما اهتمش خالص بالكلام ده، ولكن زعل على حالتها هي لان فعلا كان باين عليها الحزن الشديد. وقتها جيف كان جاب اخره وراح عطى المحلول، بس مش لليزي بل لستيف، لان جيف مسك الموبايل بتاع ستيف وغير اسم الشخص من ليزي لستيف، فاشتغل جهاز حقنه وعلى طول راح عطاه له حقنه الظلام النفسي، وقال له مارك مش تعبان بل راح يجيب خفر السواحل وجاي دلوقتي، وخليته يحط لك وانت نايم انبوبه من الظلام النفسي عشان تجرب العذاب ده بنفسك، وخليته كمان يحط لك انبوبه من بي 6. وهنا راح موقف جيف الظلام النفسي وشغل بي 6، وطلب من ستيف يقول له ايه هي، رغم ان جيف كان اصلا عارف ايه هو بي 6. فقال له ستيف ان بي 6 هو محلول الطاعة العمياء، وصاحبها بيعمل اي حاجة تطلب منه مهما كانت صعبة او مستحيلة او ضد طبيعته مهما كانت. وقال له كمان ان المحلول 40 بتاع الحب كان الفايدة منه اننا نمهد لمحلول بي 6، لان وقتها العالم كله هيعيش في راحة لو كله بقى بيطيع الاوامر بسهولة. وهنا فهم جيف ان ستيف من بعد ما ابوه سابه زمان في دار الرعاية، بعد ما طلب منه يوديه المخيم مش دار الرعاية، وهو بقت عنده زي عقدة في موضوع تنفيذ الاوامر، بمعنى صح شبه اتجنن. بس الفكره ان في اللحظه دي ستيف كان بيضحك جدا، فامر جيف يقول له بيضحك ليه، فعرفه ان ليزي كانت عامله طلب استئناف من فتره والمحكمه قبلته، وهي المفروض حره من اسبوع فات، لكن انا ما سبتهاش تمشي، وانت كمان كنت حر من 8 شهور فاتوا برضه عشان ثبت ان مالكش ذنب في قتل صاحبك ومراتك، بس برضه ما خليتكش تمشي. طبعا جيف اتعصب جدا جدا، فاستغل ستيف الحته دي وقدر في الخباثه يطلع سكينه وبدا يتخانق مع جيف،
وقدر كمان ياخد منه التليفون، وعلى طول راح مشغل كل الانابيب اللي في جهاز حقن ليزي، وراح كسر التليفون عشان ما يقدرش يرجع في كلامه. وقتها على طول رجع جيفي يتخانق تاني مع ستيف، لغايه ما شاف وهو بيتخانق ان ليزي من كتر وجع المحاليل راح يتلفت الحزام بتاعها على رقبتها عشان تموت. فعلى طول راح زق ستيف على الحيطه وهوب اتكسر جهازه، وبدات المحاليل تخش على بعضها وتدخل له زي ما حصل قبل كده مع هيزر. اما جيف فجري بسرعه على ليزي وشال من عليها الحزام وطلع منها كمان الانابيب فبقت تمام، وراح اخدها وبدا يهرب من هنا على طول. وستيف رغم وجع المحاليل اللي في جسمه الا انه بص من الكاميرات فلقى ان مارك جاي مع قفر السواحل عليه، فعلى طول راح فتح الميكروفون وكلم كل المساجين اللي هنا وقال لهم ان ليزي وجيف بيهربوا من السجن ولازم كلكم تمسكوهم والا هترجعوا كلكم السجن الحكومي تاني زي الكلاب. فهوب على طول كله امن مكانه بدا يجري ورا جيف وليزي، وكله بدا يتلم عليهم وضربه يمين على ضربه شمال لغايه ما عرفوا اخيرا جيف وليزي يهربوا وقفلوا الباب وراهم. ولسه يطلعوا بره راحوا ليو ستيف لحق يطلع قبلهم واخد طيارته المركونه قدام السجن وهرب من المكان، وما كانش فيه قدام ليزي وستيف حل غير انهم يركبوا مركب كانت موجوده برضه هناك، فاخدوها وهربوا لان خفر السواحل لو جموا ليوم هنا فيعتقلوهم كلهم من تاني. ستيف في الوقت ده كان فرحان جدا انه عرف يهرب، بس المحاليل الكتيره اللي دخلت جسمه كانت مخليه مش قادر يحس بحاجه خالص حرفيا، فمن غير ما يحس راح جري باقصى سرعه بطيارته وخبط في جبل عالي فمات. اما جيف وليزي فشافوا طيارته وهي بتنفجر ففرحوا جدا واخدوا بعضيهم وهربوا من المكان القذر ده. وبيخلص الفيلم وبس كده، سلام.